السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم أملو ثلاثة المكونات: الكاوكاو وزيت العود والعسل. عادة أملو كيدار بزيت الركان، ما عندنا زيت الركان، غادي نديرو زيت العود. هنا كاين عندنا ربعة ديال الكاوكاو مقلي، وهذا الكاوكاو الرقيق، لأن هذا الكاوكاو الرقيق بلدي كيعطي واحد البنة زوينة. هنا كاين عندنا واحد الكاس ديال الزيت العود، وهنا عندنا كاس ديال العسل. اول حاجه غادي نكبو زيت العود. بسم الله، غنكبو زيت العود في الهشوار هذه، ومن بعد غادي نكبو الكاوكاو ديالنا. بسم الله، وغادي نطحنوه. حتى غادي نطحنوه عاد من بعد غادي نزيدو عليه العسل. بسم الله، طريقة سهلة. بالنسبة للزيت، جانا شوية نقص من الزيت، غادي نزيدو واحد شي شوية ديال الزيت، ما نكتروش. بسم الله، تقريبا هذا كاس لارو، وغادي نطحنوه. من بعد ملي طحنا الكاوكاو مع الزيت، دابا غادي نزيدو العسل. بسم الله، غادي نديرو هاد الكمية كاملة ديال العسل، وغادي نعاودو تاني نطحنوه باش ينسجم لينا هاد الخليط هذا. بسم الله، نكملو على الطحين ديالو. بسم الله، دابا أملو ديالنا هو هذا، موجود الآن. كنتمنى ان هذه الوصفه هذه ولا هذه الاكله هذه تنال الاعجاب ديالكم. الى عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك وتشتركوا في القناه اللي باقي ما مشتركش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، وبارطاجيو الفيديو باش تعملوا فائده وتساعدوا كذلك القناه، لان القناه ديالكم هذه عاون وراء، وحاولوا انكم تفعلوا معها. بسم الله، نجربوا نشوفوا هاد الأملو ديالنا كيدير. ها هو الأملو ديالنا، خاطر وزوين، وفي المذاق ديالو كيكون رائع. المذاق ما شاء الله. تبارطاجيو الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.